استاد مختار التتش، جملة بسيطة لكنها كفيلة بهز مشاعر أي أهلاوي. اسم ارتبط ارتباط وثيق بذكريات تاريخية للنادي اللي امتدت شعبيته من المحيط للخليج ومن البحر الأبيض لأقصى جنوب القارة السمراء. لكن ليه مختار التتش؟ ليه التتش من بين كل أساطير الأهلي اللي تخلد اسمه على أيقونة النادي؟ ملعبه اللي شهد ذكريات عظيمة وبطولات في الماضي وبقى المقر الرئيسي لتدريباته واستعداداته لأي موقع كروية في الحاضر. في شتا اسكندرية الساحرة اتولد محمود مختار محمد رفاعي في ديسمبر 1905، وبعد سنوات عمره الأولى كانت الخطوة اللي غيرت مسار حياته لما قرر والده أنه ياخد أسرته ويعيش في القاهرة، وهناك بالتحديد في مدرسة محمد علي في السيدة زينب بدأت موهبة محمود مختار تلفت الأنظار، واتضح للجميع أن الطفل الصغير سناً وجسداً ده بيمتلك موهبة غير عادية في اللعبة اللي ابتدت تكتسب شعبية كبيرة جداً في الأراضي المصرية في الوقت ده. بعد تميزه الدراسي والكروي في المرحلة الابتدائية انتقل محمود مختار للمدرسة السعودية، وهناك بقى اتحول لنجم كوره حقيقي واكتسب جماهيريه بين متابعي بطولات المدارس، وكانت الخطوه دي هي بوابته للانضمام للنادي الاهلي 1922. التتش اشتهر محمود مختار بلقب التتش بسبب جورج لويد المندوب السامي البريطاني في مصر في عشرينات القرن الماضي، واللي كان بيحب الكوره وبيحرص جدا على متابعتها، ولما انبهر بمهارات محمود مختار بحجمه الصغير ده كان بينده بالتتش. والتتش هو البهلوان الصغير اللي كان بيبهر المتفرجين بحركات أكروباتية في السيرك في بريطانيا. مجرد شهور معدودة كانت كفيلة بصناعة شعبية عظيمة للنجم الشاب بين جماهير الأهلي، خصوصاً بعد تألقه المبهر في مباريات القمة ضد الزمالك، واللي كان بيلعب باسم المختلط خلال مسيرة التتش، واللي كتب اسمه في تاريخها بحروف من ذهب بعد ما سجل أول هاتريك في تاريخها، واللي كان في فوز الأهلي على المختلط بنتيجة 4-0 ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة سنة 1930، وده قبل ما يواصل التألق وينهي مسيرته كواحد من أعظم هدافين القمة برصيد 13 هدف في شباك المختلط. تألق التتش تخطى حدود المحلية بعد ما فرض نفسه كأبرز نجوم الكرة المصرية في نهايات العشرينيات وفترة الثلاثينيات، بعد ما استلم الراية من الأسطورة حسين حجازي، وأشهر بصماته كانت في قيادة المنتخب المصري لظهور تاريخي في دورة الألعاب الأولمبية 1928 في أمستردام. التتش كمان قاد المنتخب المصري في الأولمبياد، وكان صاحب أول هاتريك في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية لما قاد مصر للفوز على تركيا بنتيجة 7-1 قبل تسجيل هدف رابع ساهم في الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 2-1 في مشاركة انتهت بحصول المنتخب المصري على المركز الرابع. وبعد بصمته الأسطورية في الأولمبياد لعب التتش دور تاريخي في قيادة المنتخب المصري لظهوره الأول في كأس العالم 1934 بتسجيل 5 أهداف في شباك فلسطين في التصفيات، وكان قائد المنتخب المصري في مونديال إيطاليا اللي قدم فيه المنتخب المصري مواجهة مميزة جدا خسر فيها بصعوبة قدام المنتخب المجري القوي جدا بنتيجة 4-2. تألق التتش في البطولات الدولية فتح الباب لعروض مغرية جدا للعب في أوروبا، لكنه رفض اللعب لأي فريق غير الأهلي مهما كانت المغريات علشان مكانته في قلوب الجماهير تزيد، المكانة اللي اتضحت قيمتها لما خد قرار الاعتزال سنة 1940، القرار اللي تسبب في صدمة كبيرة لجماهير الأهلي لدرجة انه تسبب في تدخل المطربة العظيمة أم كلثوم شخصيا لإقناعه بتراجع عن الاعتزال لأنها كانت من عشاق النادي الأهلي وقتها، لكنه أصر على القرار وقال إنه مش هيستنى اللحظة اللي يظهر فيها قدام الجمهور بمستوى غير اللي تعود يشوفه منه. دور التتش في الأهلي بعد اعتزاله زاد من قيمته وأسطورته لما ساهم بإشرافه على كرة القدم في النادي في ترسيخ قيم ومبادئ عايشة لحد النهاردة. مفيش لاعب في الأهلي عاصر التتش إلا وتأثر بيه وبشخصيته الفريدة. وبجانب دوره في الأهلي استفادت الرياضة المصرية بالتتش بتولي مناصب مختلفة أبرزها مثلاً سكرتير اللجنة الأولمبية ووكيل وزارة الشباب، وبعد رحيل صادم عن الدنيا سنة 1965 كان قرار الأهلي بعد أيام منه وبدون تفكير وتخليد اسم التتش بتحويل اسم ملعب الأهلي لاسم أسطورته واللي مش ممكن يضيع من ذاكرة أي أهلاوي مدى الحياة.